معانا على التليفون الفنان طبعا المبدع دايما الفنان حسين فهمي. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. مساء الخير وكل سنه واحنا امينين وطيبين. كل سنه واحنا دايما بخير ومصر دايما بخير باذن الله. يعني رجعني كده، انا فاكره صورك ومشاهدك وفاكره قد ايه الفنانين كان ليهم دور كبير جدا في خاصه وقت الاعتصام اللي كان موجود في وزاره الثقافه. لا ما فيش شك ان احنا كنا كمصريين جميعا شايفين ان بلدنا متجهه الى طريق مظلم والى المجهول، ودي بدات في الحقيقه قبل 25 يناير لما كنا بنشوف جماعات في الجامعه بترهب الجميع واستعراضات قوه واستعراضات عنف ابتدت تظهر، ما كانتش مصر، ما كناش شايفين ان ده مجتمعنا ولا دي جماعاتنا ولا دول الطلبه بتوعنا ولا الاساتذه الكبار اللي علمونا.